يعني حضرتك يعني ترى بأنه صرف رواتب الموظفين في الثلاثة أشهر الماضية الآن الذي تم الإعلان عنه من حركة طالبان إنجاز يشبه الإعجاز بأن تحقق في 75 يوم فقط؟ طبعا يعني أي حكومة لما حتى بيتكلموا في أنه تعالى ما حسبك بيقول له تعالى ما السنة الأولانية عملت فيها إيه، وفي ناس تتزيد ويقولوا ايه عملت ايه في الميت يوم الاولانيه. لكن ان انا اتحدث عن يعني انجاز في 75 يوم دي ما حصلتش في اي دوله، ما شفناهاش، ما فيش حد عمل انجازات في 75 يوم ما عدا حكومه طالبان. نعم. طيب دكتور علاء، ايضا فيما يتعلق بهذا الامر وتلك الاخبار، راينا ايضا اشارات واضحه من قبل مواقع الأخبار إلى تصدير أكثر من 500 طن من الصنوبر، وحضرتك تحدثت بشكل مستفيض عن أنواع الفواكه والخضروات التي يتم تصديرها من أفغانستان لدول العالم المختلفة، لكن من الواضح بأن هناك تعاون اقتصادي صيني مثمر لكلا الطرفين. تمثل أيضا في هذا الخبر تصدير أكثر من 500 طن من الصنوبر للصين، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا الصين هي أكبر مستورد للمواد الغذائية والزراعية في العالم، رغم أنها أكبر منتج أيضا، يعني هي أكبر منتج في العالم وأكبر مستورد في نفس الوقت، لأنه طبعا ما شاء الله مليار وثلاثة من عشرة أو أربعة من عشرة نسمة، فيعني كمان يعني النظام الغذائي الصيني معتمد إلى حد كبير على مكون الخضروات، يعني الخضروات بتمثل بشكل عام يعني جانب ليس بالقليل في النظام الغذائي الصيني.